إذا كنت من المتابعين الجدد لقناة وصفة سحرية، فأدعوك للاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر على اليمين، وتفعيل خاصية الإشعار بالضغط على الجرس، ولا تنسوا دعم القناة بلايك ومشاركة روابط الفيديوهات مع أصدقائكم، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكل من يشاهد هذا الفيديو من قناة وصفة سحرية للوصفات الطبيعية. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. في هذا الفيديو بإذن الله سأقدم وصفة سحرية بامتياز، هي لتبييض الأسنان وإزالة الإصفرار وكل التصبغات في الأسنان طبعا، سواء الأمامية أو الأضراس. وصفة فعالة جدا وسحرية، وهذا أقل ما يمكن أن أقول عنها. فإذا كنت تعاني من صفار الأسنان ومن الجير المتراكم والمترسب على أسنانك، وأيضا تعاني من التهاب اللثة ونزيفها بالدم ومن رائحة كريهة تزعج المحيطين بك، فهذه الوصفة السحرية هي لك، وأنصحك بتجربتها لأنها فعالة وتقضي نهائيا على كل هذه المشاكل في الأسنان. وهذه الوصفة هي مجربة ومني شخصيا، تعطي تبييض فوري للأسنان الصفراء وتزيل الجير كما سبق وقلت. إذا سوف نقوم بتحضير الوصفة، وسوف نحتاج إلى المكونات التالية كما لاحظتم. سوف نحتاج إلى الماء المعدني الغازي أو الفوار، ويفضل أن يكون طبيعي لأنه يكون فعال أكثر. وعندما أقول طبيعي أي يستخرج من الأرض كما هو طبيعي، يكون معدني غازي وفوار. فهذه الماركة هي مستخرجة طبيعي من الأرض، تكون بهذا الشكل وتباع في القنينات بهذا الشكل. وسوف نحتاج إلى المكون الثاني، إنه الليمون الحامض. وأيضا المكون الثالث سوف نحتاج إلى معجون الأسنان، من الأفضل أن يكون معجون الأسنان لونه أبيض، دائما تستعملون معجون الأسنان ذات لون أبيض. إذا لتحضير الوصفة سوف نحتاج إلى كأس طبعا بهذا الشكل. أولا سوف نضع فيه القليل من معجون الأسنان، أي معجون الأسنان هو يناسب أسنانكم تستعملونه طبعا. القليل فقط، ثم سوف نضيف الليمون الحامض مقدار ملعقة من الليمون الحامض. ثم سوف نخلط جيدا معجون الأسنان مع الليمون الحامض حتى يذوب فيه. بعدما خلطنا جيدا الليمون الحامض مع معجون الأسنان، الآن سوف نضيفه طبعا الماء المعدني الفوار، المعدني الغازي طبعا. بهذه الطريقة كما ترون طبعا هو يتفاعل مع الليمون الحامض، وهذا طبيعي بهذا الشكل كما ترون. طبعا تخلطون جيدا
وتحصلون على هذا المبيض للأسنان، يكون بهذا الشكل. وطريقة استعمال هذا المحلول، تمضمضون به أسنانكم عدة مرات متتالية ومتعددة تقريبا مدة لا تقل عن دقيقة. ومن الأفضل استعمال الوصفة بعد أن تفرشوا أسنانكم بمعجون الأسنان، وبعدها تمضمضون أسنانكم كما قلت بهذه الوصفة، وسوف تتفاجؤون من بياض أسنانكم ومن رائحتها الطيبة. الإصفرار سوف يزول والترسبات أيضا ستزول بعد المداومة عليها طبعا عدة مرات، لأن هذا المحلول يعمل على تفتيت كل الجير الملتصق بالأسنان، وسوف تصبح أسنانكم صحية وبيضاء كبياض الثلج. صدقوني أصدقائي، هذه الوصفة جربتها بنفسي ولمست نتائج جيدة جدا، وأحببت أن أتشاركها معكم لكي تستفادوا أنتم أيضا منها، كما أنها جد سهلة وبسيطة. ولمن لا يعرف أن المياه الغازية الفوارة فعالة جدا في إزالة كل السواد وكذلك كل التصبغات التي تكون في الأسنان، كما أنها تعمل على تفتيت وإزالة كل الترسبات التي الجيرية التي تكون محيطة بالأسنان والتي يصعب علينا التخلص منها إلا عبر طبيب الأسنان. هذه الوصفة إذا داومتم عليها كل يوم فلن تحتاجوا إلى طبيب الأسنان لكي يزيل لكم الجير في أسنانكم، فقط إذا داومتم عليها يوميا فالجير لن يتكون أبدا. وحتى إذا كان الجير عندكم مسبقا فهذه الوصفة سوف تعمل على تفتيته وإزالته مع المداومة كما قلت. هذه الوصفة أيضا هي تعمل على علاج اللثة الملتهبة والتي تسيل بالدماء، فإذا كانت لديك لثة ملتهبة حمراء اللون وتسيل بالدماء دائما وخصوصا عند فرشها، فأنصحك فقط بمضمضة أسنانك بهذه الوصفة، فعالة جدا، فهي تجعل اللثة صحية وتشفيها من كل تلك الالتهابات. كما أن هذه الوصفة تترك نفس طيب إذا كنت تعاني من رائحة فم كريهة، فأنصحك فقط بمضمضة أسنانك وفمك بهذه الوصفة، فهي تزيل كل الروائح الكريهة التي تكون في الفم وتجعل نفس فمك طيب وكذلك صحي ومنعش. إذن أصدقائي صديقاتي، أتمنى أن تجربوا هذه الوصفة لأنها تستحق التجربة، وكذلك أن تفيدكم لأنها بالفعل فعالة، وكما قلت لكم لمست نتائجها الرائعة وأحببت أن أتشاركها معكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا لايك للتشجيع، واعملوا مشاركة لرابط الفيديو عبر وسائل التواصل لدعم القناة وكذلك لإفادة الجميع. أشكركم وإلى اللقاء في وصفة أخرى بإذن الله.